سعادة النايب الياس حنكر جاهز للتحدي. ضروري تبلش بالصعوبة. 10 على 10 الرومانسية. عيونك عني. المرة قدرت تثبت حالها بمجال الإعلام، بمجال السياسي وبكذا مجال تاني يعني. أنا بحلم وبقاوم هيدا البلد ممكن كتير يصير بلد إذا في إرادة. ومثل ما حضرتك عندك سلطة بالبرلمان، أنا عندي سلطة ببرنامجي. بس المرأة ينعطاها دور أكتر في البلد ببلش يصير.